خلينا نروح للمغرب ونشوف استعداد الأشقاء في المغرب لاستقبال البطولة الكبيرة الحقيقة اللي أعتقد بقت واحدة من أهم بطولات الفيفا في السنوات الأخيرة. مأمون خلقي طبعا رئيس تحرير موقع فبراير المغربي هيكون ضيفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا اسمحوا لي في البداية أشكره على مشاركته معنا وارحب بيه. أهلا وسهلا بيك طبعا على شاشة الأهلي وكامل التوفيق، دعواتنا بالتوفيق طبعا لأشقاء المغاربة في تنظيم البطولة والنجاح في تنظيم البطولة وهم لها طبعا. أهلا لها. شكرا لك أستاذ عزيز، نبدأ إن شاء الله. طيب تفضل. خليني أبدأ معاك، يعني بداية طبعا بطولة محطة أنظار العالم كله، بتشارك فيها أكبر أندية على كل على مستوى كل القارات، أفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، وكلهم الحقيقة أندية جماهيرية وليهم شعبية كبيرة جدا. خليني أعرف استعداد البطولة، استعداد المغرب لاستقبال استضافة البطولة، وانطلاقا طبعا من مباراة الافتتاحية اللي هتجمع بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاند. تمام أستاذي، تسمعني؟ تفضل يا سيد مأمون، سامعك، تفضل. شكرا لك أستاذ أحمد. بداية مرحبا، شكرا على الدعوة للحديث حول كأس العالم للأندية التي ستقام هنا بأرض المغرب. كما تعرفون الاستعدادات كانت منذ مدة، حيث تم تجهيز ملعبين، ملعب طنجة الكبير وملعب عبد الله بمدينة الرباط العاصمة المغربية. كما تابعنا أمس وصول وأول أمس وصول نادي أوكلاند سيتي ووصول نادي الأهلي المصري. الملاحظة الأولى وأن الاستقبال مر في أجواء جيدة جدا، خصوصا الوصول لبعثة نادي الأهلي المصري التي حلت أمس، وكانت في استقبالها مجموعة من المسؤولين بمدينة طنجة. أظن أن اللقاء الذي سيجمع الأهلي بخصمه سيكون لقاء بروفا أولية لإطلاق الكأس العالم للأندية. يمكن بداية خليني أسألك على ملاعب المباراة. نمرة واحد، يعني معلوماتنا بتقول انه الملعبين اللي هيستضيفوا او الاستادين اللي هيستضيفوا مباريات البطوله تم تجديدهم وتطويرهم بالكامل قبل انطلاق البطوله، دي نمره واحد. الجزء الثاني، ودي معلومه يمكن عرفتها على الهواء وانا يعني بتواصل مع زميلي كريم احمد مراسل قناه الاهلي في المغرب، عرفت انه الفريق الاهلي وفريق اوكلاند سيتي مش هيكون ليهم حق في ميران رئيسي واحد على ملاعب المباراه. عايز اسالك عن ايه السبب في ده؟ تمام، كما سبق وذكرت، المغرب جهز ملعبين، ملعب طنجة الكبير وملعب ميمون عبد الله. والتجهيزات او اللمسات الاخيره كانت نوعا ما متاخره، ذلك ما منع من خوض ميران زعما للناديين. هذا هو السبب الرئيسي، وانه الاصلاحات تمت على مستوى ارضيه الملعب وعلى مستوى المدرجات، مما منع اجراء حصه التدريبيه للناديين. لكن ده يعني القصه دي مش هتتكرر في المباريات لاحقا بقى، بعد بدايه البطوله وانطلاقها مش هيكون في مانع من انه الفرق تجري مرانها الرئيسي او تمرينها الرئيسي يعني على ملاعب المباريات. طبعا هذا هو الوارد جدا. طيب خليني اخذك لقصه الحضور الجماهيري، ويمكن برضو عرفنا انه بدايه من مباراه الاهلي اوكلاند انه تذاكر المباراه نفدت. خليني اكلمك على الحضور الجماهيري من قبل طبعا جماهير الكره المغربيه وفرص مساندتهم طبعا، واحنا عندنا ثلاث فرق عربيه، ثلاث انديه عربيه بيشاركوا في البطوله، سواء الوداد صاحب الارض والجمهور طبعا والاهلي المصري والهلال السعودي. يعني زميلي احمد، حسب المعطيات المحينه منذ امس، تذاكر مباراة الوداد نفذت بالكامل، كذلك تذاكر مباراة النصف المحتمل ان يشارك فيها الوداد كذلك نفذت بالكامل، كذلك المباراة النهائية تقريبا نفذت بالكامل، بمعنى انه الجمهور المغربي يضع بالدرجة الأولى. ونحن نعرف الجمهور الودادي الذي احتل المرتبة الأولى عالميا، الفصيل الوينرز الذي سيكون المساند الأكبر لنادي الوداد، وبدرجة أقل ريال مدريد، ثم تأتي
الانديه العربيه الهلال والاهلي المصري، وخصوصا الاهلي المصري الذي لديه جمهور وشعبيه اكبر نسبيا مقارنه مع نادي الهلال السعودي. وان كان يمكن طريق الوداد اسهل نسبيا من طريق الاهلي، انت في النهايه عشان توصل المباراه النهائيه امامك عقبتين، العقبه الاولى هي الهلال السعودي بتاريخه ونجومه وامكانياته الكبيره جدا، ثم فلامينجو بطل كوبا ليبرتادورس. ازاي بتشوف بدايه مواجهه الهلال والوداد المغربي؟ مين فرصه وحظوظه اكبر؟ وهل كان في استعدادات خاصه من نادي الوداد قبل بدايه البطوله، سواء على مستوى معسكر وتحضيرات او حتى على مستوى صفقات ما قبل البطوله؟ صراحة الوداد هذا الموسم، بداية الوداد هذا الموسم ليس إجمالا ليس في مستواه العادي والاعتيادي، بداية متعثرة نسبيا، فقد الفريق أولا ربانه السيد وليد الركراكي، ثم فقد أبرز عناصره أشرف داري الذي احترف بريست الفرنسي، ثم الانتقال الغريب نوعا ما الغير مفهوم بالنسبه للجماهير الوداديه ديال المهاجم بينزا، واضافه انه الفريق لم يستطع ان يقوم بانتدابات كبيره خصوصا على مستوى الخط الهجومي. الوداد اليوم يشكو من عقم هجومي تقريبا، هدافه هو متوسط الميدان الذي هو ايمن الحسوني، مما صحيح ان الجمهور الودادي يطمح في الظهور بشكل جيد في كاس العالم بالمغرب، لكن واقع الحال يقول بان الوداد سيكون في مشاكل عده في هذا المونديالتو. مين الفريق اللي ممكن تراهن عليه في البطوله دي في تحقيق مفاجاه؟ وهل تتوقع اساسا حدوث مفاجات في نسخة كأس العالم اللي على وشك الانطلاق ولا لا؟ صراحة سأنطلق من مونديال، من كأس العالم الذي نظم في قطر. المنتخب المغربي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم رفع سقف الطموحات والانتظارات لدى الجمهور العربي عموما والإفريقي والمغربي على وجه خاص. اليوم الكل يتحدث عن إنجاز المغربي في المونديال ويضعه كخارطة طريق نحو التألق، وأنه لم يعد مسموحا للكرة المغربية أن تؤتي المسابقات الدولية، وصار عليها لزاما أن تذهب بعيدا في جميع المسابقات. لكن كما قلت سالفا، أعتقد أن الوداد هذه السنة سيعاني كثيرا إلا في حالة تدارك الأمر في هذا المركز الشتوي. اليوم الوداد تعاقد مع مدافعين إضافة إلى مهاجم صراحة غير معروف، سيصعب عليه أن يعوض الهداف بينزا. هل بتشوف إنه الوداد على أقل تقدير حتى في ظل الظروف دي ممكن يستغل عامل الأرض والجمهور ويكرر إنجاز حققه طبعًا الرجاء البيضاوي أو الرجاء المغربي قبل كده في مونديال 2013، واستطاع إنه يحقق إنجاز كبير بتحقيق المركز الثاني والوصول للمباراة النهائية؟ وارد جدا، خصوصا انه ان العامل صحيح ان العامل الارض والجمهور هو في صالح الوداد للذهاب بعيدا في هذه المسابقه، لكن كما قلت التركيبه البشريه تعاني كثيرا، اضافه الى انه الانتدابات لم تكن في المستوى، ولم يكن هناك انتدابات خاصه للمشاركه في هذه المسابقه، مما سيصعب على النادي الوداد الامويه. واعتقد ان الاداره التقنيه والمكتب الوداد واعي جدا بهذا الـ هذا الـ هذا الـ الامر، ولا يعول كثيرا على هذه المسابقه، وسيكون فخا التركيز واعتبار ان هذه المشاركه هي رئيسيه في هذه السنه. اذا وصل الاهلي او نجح الاهلي باذن الله، ان شاء الله انا يعني نتمناها كذلك، في الوصول لمواجهه ريال مدريد، ايه النادي اللي هتنحاز ليه الجماهير المغربيه؟ جماهير المغرب هتشجع الريال ولا هتشجع الاهلي؟ صحيح هو سؤال صعب جدا. ريال مدريد له قاعده جماهيريه كبيره جدا في المغرب، كذلك الاهلي المصري لديه مشجعين وجمهور يشجعوه، لكن اعتقد ان الكفه ستميل الى ريال مدريد مع كامل الاسف. مأمون خرقي، انا بختلف معاك في وجهه النظر وراهن جدا على الجماهير المغربيه انها
اي فريق غير عربي، ويمكن اي فريق غير الوداد، يعني ده يبقى منطقي انحيازهم لجيرانهم واشقائهم في شمال افريقيا. وعلى كل الاحوال بتمنى التوفيق للكره العربيه عموما، واي من ممثليها اتمنى اشوف طرف عربي في النهايه، واتمنى طبعا يكون نادي الاهلي. بشكر السيد مأمون الخلقي طبعا رئيس تحرير موقع فبراير المغربي، بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى لاشقاء المغاربه بطوله ناجحه وموفقه على اقل تقدير على مستوى التنظيم، وهم اهل لها زي ما قلت في بدايه لقائي معك.